نروح سريعا علشان نعرف حالة الجو مع الأستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. صباح الورد يا فندم. صباح النور يا فندم. صباح الفل يا أستاذ وحيد. أهلا بحضرتك وعايزين نطمن كل مشاهدينا على حالة الجو النهاردة. هو النهاردة إن شاء الله الجو بالنسبة لدرجات الحرارة خريفي معتدل خلال ساعات النهار على شمال البلاد، القاهرة الوجه البحري سواحلنا الشمالية بيميل للحرارة على جنوب البلاد عند الأقصر وأسوان ده خلال ساعات النهار. لكن ليلا الجو مائل للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية. هناك احتمالات سقوط أمطار خفيفة اليوم على سواحلنا الشمالية عند اسكندرية ومطروح وأيضا السواحل الشرقية عند مدينة رفح المصرية والعريش وعلى شمال الوجه البحري. أما المناطق الداخلية القاهرة شمال وجنوب الصعيد تخلو تماما من فرص سقوط الأمطار. نسب وفرص سقوط الأمطار هتزداد اعتبارا من الغد على المدن الساحلية واحتمالات أمطار خفيفة جدا على القاهرة والوجه البحري. يعني ده تحذير يعني للمدن الساحلية زي ما حصل لقدر الله في اسكندرية يا أستاذ وحيد؟ أمطار خفيفة جدا. أمطار خفيفة جدا. طيب هل من المتوقع أن يحصل أي نوع من أنواع التقلبات الجوية الحذر منها السادة المشاهدين؟ عبارة من يوم الثلاث والأربع والخميس، الأربع بالذات هيبقى في حالة عدم استقرار شديدة شوية، هيبقى في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، في سقوط أمطار غزيرة خاصة على شرق الجمهورية عند شمال وجنوب سيناء، طبعا بالإضافة للوجه البحري والقاهرة وسواحلنا الشمالية، لكن كميات سقوط الأمطار على القاهرة هتكون أعلى من السواحل الغربية من اسكندرية ومطروح. تمام، احنا بنشكر حضرتك جدا أستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، ونخلي بالنا بقى مها ويعني ما نقعدش كده نتحرك في اللحظات الاخيره. انا عايزه اقول لك في ناس كتير قوي اللي جالها برد اوريدي واللي يعني بتشاور عليها يجي لها برد لان في تغيير الفصول ده في مشكله. فبرضه ننصح مشاهدينا كده بالليل بما ان استاذ وحيد سعودي قال ان هيكون في بروده بالليل فنشرب بقى مشروبات وسوائل ساخنه ونخلي بالنا من نفسنا.